دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، وكمان مباراه الاهلي مع المصري مؤجله من الجوله 30 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالهيئة العامة للسلع التموينية هتفحص عروض الشركات اللي هتتقدم للمناقصة اللي سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 4 لسنة 2023-2024 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بواقع 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد، ويتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية. النهارده هتنظم جامعة عين شمس بمدرج البنهاوي بكلية الطب بالجامعة في تمام الساعة 10 صباحاً المؤتمر الرسمي لإعلان انطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية بايونيت ماستر. خلال المؤتمر هيتم التعريف بالشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية وعرض أهدافها. النهارده العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 30 من عمر الدوري المصري، هيلتقي فيها الأهلي مع المصري الساعة 8:30 بالليل.